بحضراتكم اهلا متابعينا بتابعه تليجراف مصر، اهلا بحضراتكم في هذا اللايف الهام والعاجل. بنتابع مع حضراتكم ماذا يحدث، وهذا الخبر الهام اللي رج كل السوشيال ميديا وحصل فيه تداعيات كثيره لهذا الخبر اللي تم تداوله بشكل سريع للغايه، اللي تم التحقق منه من خلال تليجراف مصر وايضا من خلال السيد وزير الطيران والسيد رئيس شركه الطيران المصريه. هذا الخبر هو سقوط طائره مصريه تحمل اكثر من 260 فرد مصري منذ قليل. للاسف هذا الخبر تداوله بشكل كبير جدا خلال الدقائق الماضية من كل الصفحات الخاصة على السوشيال ميديا، وتم انتشاره بشكل كبير للغاية، مما أدى إلى أزمة كبيرة لدى المصريين. وبدأت السؤال وبدأت الأزمة أيضا في شركة مصر للطيران عن ما هي هذه الطيارة، متى قامت هذه الطيارة، وما هي أيضا إلى أين تتجه هذه الطيارة. تليجراف مصر تواصلت فورا على السيد الرئيس شركة مصر للطيران اللي بدوره نفى تماما هذه الإشاعة التي تم تداولها منذ قليل في كل السوشيال ميديا في كل الأماكن اللي بتؤكد سقوط طائرة مصرية. هذا الخبر عار تماما من الصحة، لا يوجد أي طيارة مصرية تم سقوطها، لا يوجد أي حادث لأي طيارة مصرية منذ قليل. نؤكد لحضراتكم في هذا الخبر العاجل والمهم أنه لا يوجد أي سقوط لأي طيارة مصرية، ولا يوجد أي أزمة في شركة مصر للطيران، وعلى الإطلاق تم نفي هذا جملة وتفصيلا من رئيس شركة مصر للطيران، وأيضا السيد وزير الطيران اللي أكد في اتصال هاتفي لتليجراف مصر أكد أنه هيكون معانا بعد دقائق من دلوقتي، ونحن متواصل من زميلنا في قطاع الأخبار من الأستاذ محمد الجوهري اللي بيتواصل فورا مع السيد رئيس الشركة اللي كان معانا هاتفيا منذ دقائق، وأكد لا يوجد حادث على الإطلاق، شركة مصر للطيران تسير بشكل طبيعي، لا يوجد أي أزمة في الطائرات المصريه، جميع المطارات المصريه مؤمنه ولا يوجد فيها اي حادث على الاطلاق. وهنوري حضراتكم في هذا اللايف الان الصفحه التي ادعت على مصر او ادعت على شركه مصر للطيران ان هناك بعض من الطيران المصري قد سقط بمن فيه، وهي صفحه من اللجان الالكترونيه اللي زي ما حضراتكم شايفينها. جوهري معلش ممكن نوريه للناس، بس دي اول صفحه منذ ساعه بالظبط، دي هي الصفحه التي انشرت او نشرت هذا الخبر العار تماما من الصحه، نشرت هذا البوست بسقوط الطياره المصريه على متنها اكثر من 290 شخص مصري، وهي احد او يعني تعتبر من الصفحات الغير مصريه، صفحه بتبص من صفحات عربية لبعض الدول زي ما حضراتكم شايفينها في هذا البث المباشر. نأكد مرة تانية لحضراتكم أن كل الأخبار التي يتم تداولها الآن عن سقوط الطائرة المصرية هو عار تماما من الصحة. تليجراف مصر متأكد لحضراتكم ومنتشرين مع حضراتكم في جميع المطارات. هنخرج بعد قليل ببيان عاجل من شركة مصر للطيران، وأيضا بيان عاجل من السيد وزير الطيران اللي أكد في تصريحات خاصة واتصال هاتفي لتليجراف مصر بيأكد لحضراتكم لا يوجد أي سقوط لأي طائرة مصرية. وكل الأخبار المنتشرة الآن عبر السوشيال ميديا من صور أو أخبار أو أرقام أو أسماء لضحايا هي كلها جميعها غير صحيحة على الإطلاق، وأنها انتشرت من دول عربية مجاورة ثم تداولها بعض اللجان الإلكترونية اللي حضراتكم عارفين أنها بتبث هذه الأفكار السامة والشائعات اللي بتضر مصلحة مصر. مرة تانية بنأكد لحضراتكم أيضا أنه البيان سنوفيكم البيان زي ما حضراتكم احنا بنتابع دلوقتي مع زميلنا الاستاذ محمد الجوهري، انه البيان الرسمي سيصدر بعد دقائق ربما او اثناء هذا اللايف او اثناء كمان خروجنا مباشره عبر قنوات تليجراف مصر وايضا كل القنوات المصريه الاعلاميه اللي بتؤكد لحضراتكم انه خبر، مره اخرى نؤكد ان خبر سقوط الطائره المصريه هو خبر عار تماما من الصحه، لا يوجد اي سقوط لطائره مصريه، وان كمان كل ما ينتشر عبر السوشيال ميديا هي اخبار منافيه تماما للواقع، وان رئيس الشركه المصريه لمصر للطيران وايضا السيد وزير الطيران باتصال هاتفي اكد انه كل الطيران المصري مؤمن بشكل كبير، وانه على متابعه جيده، وان هناك غرفه عمليات لمتابعه كل ما يحدث داخل مطار القاهره، خاصه بعد الازمه التي حدثت اول امس في الشاشه الزرقاء اللي عطلت كل العالم وابطلت كل الطائرات والمطارات والقطارات في كل العالم اجمع دون تاثير على مصر. واكد كمان في تصريحات خاصه انه هناك متابعه فوريه لاي هذه من الشائعات والتاكد من سلامه كل الركاب المصريين على شركه مصر للطيران. تليجراف مصر متاكد لحضراتكم عار تماما ما تم تداوله الان، لا يوجد اي سقوط لاي طائره مصريه، جميع الطائرات المصريه تسير بشكل امن، لا يوجد اي ازمه كمان ايضا في مطار القاهره او في اي طيران مصري عبر دول العالم اجمع، وان هناك
هي كلها مجرد اشاعات، وهنتهي مع حضراتكم بعد قليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان نشر البيان الرسمي لنفي هذا الخبر العار تماما من الصحه اللي بيتم تداوله من بعض الدول العربيه المجاوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانتشر بشكل كبير. نؤكد لحضراتكم انه لا يوجد على الاطلاق اي سقوط لهذه الطائره، وسنعطيكم بكل الاخبار والبيان الرسمي. نشر لحضراتكم هذا الخبر العار تماما من الصحه، وايضا نشرح الان هذا النفي. هنتهي مع حضراتكم خلال الدقائق القادمه لمتابعه تفاصيل هذه الاشاعه اللي تم تداولها بشكل كبير واثرت على كل الناس في مصر خلال الساعات او خلال الدقائق الماضيه. متواصلين مع حضراتكم في تليجرام فلاش لنعرف تفاصيل ما يحدث في الشركه المصريه للطيران.